السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للمتعاقدين العام الماضي 2023-2024 لازم تكونوا خدمتوا إلى غاية 31 جويلية 2024، لأنه في بلاغ الوزارة قالوا قيد الخدمة إلى غاية 31 جويلية 2024، أي الاحتياط واللي سجلوا العام اللي فات ما همش معنيين، فقط لخدموا. يكفي الدخول إلى حسابكم، تكتبوا اسم المستخدم وتكتبوا كلمة المرور، وفي حالة ما أنه نسيتوا اسم المستخدم وكلمة المرور تضغطوا فقط على نسيت كلمة السر، يخرج لكم لائحة من معلوماتكم الخاصة فيها الاسم واللقب، تاريخ الازدياد ورقم الشهادة أو المؤهل، وهكا تكونوا استرجعتوا الحساب تاعكم. بعد استرجاع الحساب تأكدوا عملية التسجيل. عند تأكيد عملية التسجيل تخرج لكم أيقونة تم تأكيد طلب التعاقد بنجاح. إلا ما خرجتش معناتها التسجيل تاعكم ما راهش صحيح. راني نأكد هذو بالنسبة للمتعاقدين تاع العام اللي فات 2023-2024. وفي النهاية تخرج لكم استمارة التسجيل فيها الاسم واللقب والبلدية تاع الإقامة تاعكم أكيد، والمادة والطور اللي سجلتوا فيه، اسم المستخدم وكلمة المرور، وحتى الساعة والتاريخ اللي سجلتوا فيه بالتدقيق. بالتوفيق.